لكم مشاهدينا الاعزاء من ملعب الملك فهد. انا فارس عوض محدثكم من كابينه التعليق. كلنا امل بان تكون هذه المباراه مثيره وممتعه، حيث سيكون فريق الهلال السعودي يواجه فريق اتلتيكو مدريد. ننتظر مشاهده مباراه مثيره وممتعه كما هي العاده في مباريات كره القدم. المباراة تنطلق بأقدام لاعبي الهلال، ولمع تشكيلة فريق الهلال في مباراة اليوم. ياسين بونو في حراسة المرمى، كوليبالي سيلعب إلى جوار علي البليه في الخط الخلفي، روبن نيفيز سيبدأ مع سيرجي ميلكونوفيتش في الخط الوسط ويقود خط الهجوم ميتروفيتش. على الشاشة تشكيلة أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك في حراسة المرمى، هيرموسو سيلعب بجانب سافيتش في الدفاع، ماركوس لورينتي ميتروفيتش، الله على التصدي، لقطة خيالية، شوف حارس المرمى، ركنية في المنتصف، والتدخل ينجح في إبعادها، بيجرب حظه من مسافة بعيدة. حاول يسدد الكرة الماضية لكن وضعيته ما كانت مثالية، وبالتالي الكرة بعيدة بدون أي خطورة. حكم يشير باستمرار اللعب بمصلحة أتلتيكو مدريد. أكيد مع قدرات غريزمان يكون هناك توقعات كبيرة لمستواه، خاصة إذا كان في يومه. نحن هنا نتحدث عن قدرة كبيرة على إنهاء المحاولات، الفينش أمام المرمى، موراتا، الله على الحارس، ميشيل، كرة بينية فيها خطورة الآن، فرصة بتضيع، فرصة لافتتاح النتيجة وتسجيل هدف الأول في هذا اللقاء، لكن النهاية لم تكن بالشكل المطلوب. تاكلينج مثالي، راحت إلى موراتا، ميشيل، راحت لسعود عبد الحميد، يتمكن في إبعاد العرضية، سافيتش، صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة، يجب تسريع الهجوم المرتد الآن، مرور ناجح بالكرة، سؤول، ينجح الحارس في التصدي، ركنية لمصلحة أتلتيكو مدريد وفرصة لأخذ الأسبقية. الهلال يهاجم الآن، ممكن التقدم، سالم الدوسري، عدت مرت التقدم يأتي، هدف الافتتاح، يشعلون الأجواء، يا الله على هذه البداية. شوف الهدف مرة أخرى، يا له من إنهاء، يا لها من كرة، رغم الضغط الكبير على الكرة لكن تعامل ممتاز وبشكل قوي وبدون تردد. الفريق يتأخر في الملعب، المدرب غير سعيد نهائيا خارج الملعب، الضغط يزداد، المسؤولية، التوتر، القلق، واضح المدرب. أنطوان غريزمان، مراوغة ممتازة في هذه اللقطة، يتدخل مرة أخرى لكن هذه المرة ينجح في استخلاص الكرة. خلاص صارت الكرة في يد أمينة في هذه اللحظات. إذا مشاهدينا دقيقة واحدة يحتسبها حكم المباراة كوقت بدل ضائع. في هذه الأثناء تعلن الصافرة عن نهاية الشوط الأول. في رأيي الجماهير ستكون راضية عن هذا المستوى الجيد حتى الآن. سجل هدف مهم لفريقه، كان هدف التقدم في الشوط الأول، معنوياته مرتفعة الآن، سيحاول أن يضيف المزيد في الشوط الثاني. بس
عودة إلى مجريات اللقاء، انطلاقة الشوط الثاني هنا، حيث يتأخر أتلتيكو مدريد في النتيجة ويبحث عن طريقة للعودة. حكم يعطي الأفضلية لأتلتيكو مدريد. هنا واضح غياب التركيز في هذه التمريرة. انطلاقة قوية في الثلث الهجومي. أتلتيكو مدريد يسعى للتعادل من هذه الضربة الركنية. أتلتيكو مدريد يجري تبديل في هذه اللحظة. عند مراتا الموجود في وسط المنطقة، لكنها كانت قريبة من حارس المرمى، ينجح في الإمساك بها وينهي الخطورة. جريزمان يتقدم بالكرة والهجوم يتوقف والكرة تنتقل للفريق الآخر. يتقدم بثبات إلى داخل ملعب. فرصة ذهبية لقتل المباراة مبكراً لكن بتضيع. كان ممكن يريح الأعصاب لو سجل هذه الكرة، كان بالإمكان أن يصبح الفارق هدفين الآن. مهم جداً قطع الكرة في هذا المكان. سالم الدوسري، لورينتي، ماركوس لورينتي، الله على المرور. كرة بتبعد من منطقة الخطر، ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. هدف الآن، تدخل رائع ينهي الخطورة الآن. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. محاولة هجومية هلالية، الهجوم ينتهي بدون خطورة تذكر. أتلتيكو مدريد يحاول أن يسجل هدف التعادل قبل نهاية الصافرة. الحارس تمكن من إبعاد هذه الكرة بسهولة. الهلال يفقد الكرة. الثلاث دقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. تمريرة ممتازة. يتمكن الحارس من إيقاف التسديدة. ممكن أن نشاهد التعادل في الوقت ضربة الركنية. يلعب لكرة الوسط 18. كرة بتتشتت من خط الدفاع والحارس يتصدى للكرة. حارس المرمى ينجح في التصدي، حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منه هذه الكرة. كرة بتروح في 18، وهذه هي صافرة نهاية المباراة والنتيجة النهائية هي فوز الهلال. التنافس كان قوي في الملعب، حسمت المباراة على فارق هدف، فوز مستحق بدون شك حتى لو كانت الأمور متقاربة في الملعب. مباراة جيدة من جانب سالم الدوسري، الأمال كانت كبيرة وكان اليوم في الموعد ولم يخذل جماهيره. الظهور الحاسم يطغى على كل شيء في الملعب، التأثير الكبير في تسجيل هدف الفوز يجعل الأداء مميزاً ويمنح الفريق انتصاراً في مباراة اليوم.